اهلا بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وتاني فقراتنا طبعا الفقره الاولى شرحه نفسها في كل شيء، ويا رب يعود بالنفع دايما على محافظه الغربيه كامله. ونرحب ورحبوا معايا بضيفتنا في الاستوديو الدكتوره هاله عيد ناصر، اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده، وحاصله على دبلومه تغذيه الاطفال. اهلا ومرحبا بك يا دكتوره. اهلا بك، اهلا بك، نورتيني في الاستوديو. الله يخليك. نبدا معانا، جالنا سؤال، انه اسئله كتيره جدا طبعا على الصفحه، وقالوا انه عايزين نعرف ان انا سنه اولى ماما، يعني ايه المعلومات او التعليمات اللي تقدري تقوليها لحد سنه اولى ماما زي ما بنقول. اهلا بيك الاول. اهلا بحضرتك، ان انا معاكي وربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله يعني. هي سنه اولى ماما من اكتر الاسئله فعلا اللي بتتسال عندنا على الصفحه، لان الناس او الامهات ما بيبقاش عندها خبره كافيه. فاكتر الاسئله اللي بتسالني اعمل ايه من اول يوم في الولاده، اكتر حاجه بنصح بيها من اول يوم في الولاده هي الرضاعه الطبيعيه. دي اول واهم نصيحه بنصحها للامهات اللي اول مره او بعد كده، لان في امهات كانت خبرتها او كان عندها مشاكل انها ترضع صناعي وما ترضعش طبيعي. فاول نصيحه واهم نصيحه بنصحها هي الرضاعه الطبيعيه. بستغرب جدا ان الامهات في يوم الولاده بينزل الروجيتا فيها مع الكحول والقطرات ومع فيتامين كي مكتوب لبن صناعي. مفيش دوله في العالم بتعمل كده تماما، لان اللبن الصناعي ده ليه انديكيشن معينه او ليه حاجات بنديها. يعني مثلا بنديها لو الطفل عنده شفه ارنبيه، الطفل عنده مشكله في القلب، الطفل محجوز في حضانه ومش هيقدر يرضع معانا، الام لا قدر الله مريضه كانسر او بتاخد ادويه معينه او بتتعرض لاشعاع معين، ودول نسبه قليله قوي، يعني ما تتعداش 7% من الحالات اللي موجوده. بقيه الامهات دي اللي هم هنقول 90% امهات طبيعيه، والاطفال بتاعتهم اطفال طبيعيه. اذا انا ارضع طبيعي، ليه ارضع صناعي؟ في حاجه ثانيه يا دكتور، في حاجه ثانيه بنقولها، ان الطفل من رحمه ربنا ان انا قدامي بعد الولاده للطفل في رينج 8 ساعات لو ما رضعتش الطفل بتعدي بامان فيما عدا. يعني ده امان ان احنا ما نرضعش في الاول، عشان الناس اللي بتخاف بتقول انا والده قيصري وقدامي ساعه ساعتين هعمل ايه، ومامته لسه ما فاقتش، فاضطر ان انا بقى ادي لبن صناعي، ادي ميه بسكر، ادي جلوكوز. في ناس بتلجا لاعشاب، ودي كانت مشهوره فتره وفيها كحول وحاجات كده. فانا اعمل ايه؟ لا، احنا بنقول ان من رحمه ربنا ان الطفل اول 8 ساعات عرضه انه ما يقلش عنده السكر، بشرط ان الام ما يكونش عندها سكر حمل. ده حاله تانية، الطفل بيتحجز في الحضانه وبنقيس له السكر كل فتره، وممكن في الحاله دي اديله لبن صناعي، او ان الطفل مولود بحاجه اسمها امبورن ايرور، دي بنخاف منها. وفي كلتا الحالات احنا ما بنوصلش للثمان ساعات اللي بنخاف منهم. أيوة. احنا في الطبيعي اول ما الام تطلع من الولاده بترضع على طول. القيصري اول ما الام تفوق، اول ما تفوق حتى لو هي دراوزي، لو هي مدروخه، برضو بنرضع طبيعي. بره مصر بيعملوا حاجه اسمها كانجارو بوزيشن، يعني الام وهي على سرير الولاده على الشيزلونج بتبقى بيرد، والطفل مجرد ما نطمن عليه بس نقص له الحبل السري، مجرد ما نطمن على الاكسجين نشفط له وندفيه، بيتحط الجلد وهو بيرد مش لابس اي ملابس على الام وهي بيرد، وبيسموها كانجارو بوزيشن عشان يحصل حاجه اسمها سايكولوجيكال بوند او الارتباط النفسي ما بين الطفل والام اللي هيخلي اللبن ينزل. حاجة تانية، دي أول نصيحة بنصح بيها الأمهات سنة أولى مامي، مفيش حاجة في العالم بتقول إن أنا أرضع صناعي طالما أنا ما عنديش مشكلة وابني ما عندهوش مشكلة. ولو عنده مشكلة كانت هتظهر في السونار لا قدر الله. أيوة. تمام، أو كانت هتظهر في خلال أول ساعة ساعتين. تمام. تاني حاجة بنصح بيها، ناس كتير بتقول لي أنا اللبن منزلش لبن، ده حاجة زي لبن سرسوب وده حاجة سايلة أو مش هتشبعه. لا، هنقول برضو ان من رحمة ربنا ان معدة الطفل اول يوم تقريبا 5 سنتي، ما تجيش معلقة كبيرة. فاللبن ده كافي تماما لمعدته. غير كده ان الكوليسترول ده او لبن السرسوب ده بيحتوي على بروتين ليه قيمة غذائية عالية قوي، بيحتوي على فيتامينز مهمة جدا، وبيحتوي على اجسام مضادة. وان في الوباء اللي احنا فيه دلوقتي في ادوية معمولة من لبن السرسوب عشان تعلي المناعة، فما بالك احنا بنعمل ادوية دلوقتي من لبن السرسوب اللي هو الكوليسترول ده عشان نعلي المناعة، والامهات ما بتديش لاطفالها لبن السرسوب. فدي تاني نصيحة، ان لبن السرسوب ده اهم من اي حاجة في الدنيا وكافي تماما لمعدة الطفل، ده من رحمة ربنا.
تالت نصيحة الأمهات بتقولي طب أنا اللبن اتأخر، لبن السرسوب ده بيتأخر شوية، أو اللبن بيتأخر شوية في الظهور في الأم اللي والدة قيصري، يعني ممكن يتأخر لحد أسبوع يبقى معانا لبن السرسوب، برضه هنقول إن هو كافي. بس هيكون الطفل اتعود على اللبن الصناعي في فترة الأسبوع دي يا دكتور؟ اه طبعا اه طبعا هتعود على كده؟ اه طبعا، لان اللبن الصناعي الاطفال بتستسهله. ليه بقى؟ اولا المجهود فيه قليل، الببرونه بتطلع لي كميه، مش هعمل مجهود زي اللبن الطبيعي. حقيقي. ثانيا طعمه احسن شويه من لبن الام، فهتستطعمه عن لبن الام، وده صح. حاجه احنا مش عايزينها. م-م. فما فيش في انديكيشن معينه بنقولها، بندي اللبن الصناعي في حالات معينه، التوائم لان لبن الام ما بقاش ما كافي، بيكفيش. الطفل قدر الله لت حاجه في حضانه او كان عنده مشكله في القلب، الام اللي عندها مشكله وبتاخد ادويه معينه ما ينفعش ارضع معاها، الطفل تمام. اللي عنده شفه ارنبيه ما ينفعش ان انا امسك الحلمه وارضع منها، فبالتالي بيبقى ليه حلمات معينه، دي تمام. انديكيشن معين. ثالث نصيحه بنقولها، في ناس كتير بتيجي تقول لي انا اللبن قليل واصلا انا عملت كل حاجه واللبن قليل، فهضطر اديله لبن صناعي. فابدا اسالها بتشربي سوائل في اليوم؟ بتقولي اه بشرب. طب بتشربي قد ايه؟ بتقولي بشرب مثلا كوبايه الصبح وكوبايه بالليل. فده طبعا يعني انا بقول لهم، انا مقسمه لهم تقسيمه كده عندي في العياده، المفروض انا ام برضع ما تجوش تسالوني عن اللبن لو ما عملتوش الحاجات دي. اول حاجه انا بشرب لترين ميه اقل حاجه، من لترين لتلاته. تاني حاجه انا بشرب سوائل كتير جدا، بقسمها لهم 10 كوبايات في اليوم، 10 كوبايات. بنقسم مثلا ان اكتر حاجه بتزود اللبن الحلبه، حتى كل البرودكت اللي موجوده في السوق بتتكون من الحلبه، فبنقول انها 4 كوبايات حلبه، 3 عصير اي نوع هي بتحبه، مش بنقول مثلا عصير معين، اي نوع هي بتحبه. كمان انا مش بزود لبن، ده انا بدخل فيه فيتامينز، 3 لبن لان اللبن بيزود اللبن. فتيجي الام تقولي لا اصل انا ما قدرتش اشرب ده، فانا خلاص يبقى اللبن مش هيزيد. يبقى من الحاجات اللي بتزود اللبن السوائل الكتير، ما نقولش 2 و3، يعني 10 كوبايات سوائل ومن 2 لـ3 مية، دي يوميا. تاني حاجة أنا برضع، فبالتالي كل القيمة الغذائية اللي أنا باخدها بتروح لابني. طيب فبالتالي أنا ما ينفعش آكل أي أكل، الأمهات اللي بتاخد تيك أواي، اللي بتاكل أكل مثلا تعمل حاجات متعودة، أصلا ما بحبش الأكل ده، أصلا ما بحبش الفاكهة، ما ينفعش، لازم آخد الأكل اللي فيه قيمة غذائية عالية. زي إيه؟ البروتين الحيواني، يعني هنقول مثلا الأسماك، اللحوم، الفراخ، صفار البيض، الألبان، الكبدة، هو ده البروتين الحيواني. الحاجات دي أغلى حاجة ليه؟ مش غالية على الفاضي، غالية عشان القيمة الغذائية العالية بتاعتها. الفاكهة المفروض الأم اللي بترضع تاخد على الأقل 2 فاكهة في اليوم على الأقل. الخضار ناخد زي ما احنا عايزينه، حتى مش بيتعارض مع الدايت، مفيهوش أصلا دهون ولا نشويات. فدي تالت نصيحة بنقولها للأمهات اللي أول سنة. طيب رابع نصيحة بقى بنقولها، إن آخر حاجة منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO قالت إن فيتامين دي من أول يوم من الولادة. طيب فيتامين دي أنا فوكس أكتر في مين؟ في الأطفال اللي هم اتولدوا قبل ميعادهم، أو الأطفال اللي هم برضو كان عندهم مشكلة واتحجزوا حضانة، أو الأطفال اللي مولودين بمشكلة، دول أكتر ناس بتحتاج فيتامين دي، فدول لازم ياخدوه. والأطفال التانيين برضو هياخدوه، هياخدوه بالجرعة بتاعتنا اللي هي المتعارف عليها، احنا بنحتاج 400 وحدة. اي اسم بقى موجود في السوق من فيتامين د هو الموجود او المتعارف ان هو بيبقى دروبس او نقط، بناخد 4 نقط صباحا. اول سنة الطفل بيمشي 4 نقط صباحا، بعد سنة بنمشي 6 نقط صباحا، بعد كده لحد 12 سنة معانا انا معايا 6 نقط، الا اذا لو عندي نقص كالسيوم او نقص فيتامين دي، دي الجرعة بتختلف. في نصايح بقى كتير برضو، نصيحة مهمة مش هنكتر في النصايح دي عشان ندخل أيوة، على أنا سؤال عايزين تاني ننتقل لنقطة تانية ماشي. علشان خاطر نبقى لمين بكل النقاط، يعني كل نصيحة الأسئلة. مهمة، ودي برضو ناس كتير بتيجي العيادة عشان الحتة دي، عشان هم مش عارفينها، الوضعية الصح للرضاعة. من أكتر أسباب تشققات الحلمة في الأمهات إن هم بيرضعوا أطفالهم غلط، يعني أنا مجرد إن أنا بصححهم الوضعية والدنيا تتحسن معانا، خلاص كل حاجة بتتحسن، التشققات بتخف عندها، والانتفاخ والغازات اللي عند الطفل اللي بيصرخ منها طول الليل بتقل تماما. الوضعية الصح للرضاعة إن المفروض وأنا برضع ابني راسه لازم تبقى مرفوعة 30 درجة، ما ينفعش يبقى نايم، يبقى انا بتفرج على التلفزيون وسايباه كده راسه نازله، ما ينفعش، يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى لازم راسه تبقى مرفوعه.
في حاجة كده بنقولها ان لازم فم الطفل يبقى مفتوح زي فم السمكة، بحيث ان انا ما ادخلش هواء من الجنبين، فهو المفروض دي بياخد، اتحكم فيها ازاي يا دي دكتور؟ هنقول اهو ان هو بياخد النبل بتاعت الام الحلمة وبياخد جزء من الهالة السوداء اللي حوالين النبل عشان يدخل، ما يدخليش هواء، فبالتالي انا لما بدخل هواء بدخل انتفاخ وغازات ومغص وصريخ طول الليل، وتبقى هي دي المشكلة الرئيسية. التقريع شيء مهم جدا، احنا بنقول ان احنا لازم حتى بنقرع مرتين، مره في نص الرضعه ومره في اخر الرضعه، مهم جدا عشان اقي ابني. ممكن ابني بيصرخ طول الليل بس من انتفاخ وغازات عشان انا برضع غلط. في تمارين البطن من الحاجات المهمه جدا، يعني الناس حتى اللي ما تعرفهاش تشوفها على اليوتيوب، تمارين بتتعمل مع الغيار عشان تبقى حتى الدنيا سهله، وبقى مرتبط ان انا بعمل التمارين بالغيار. برضو من الحاجات اللي بتقي الاطفال، بتقي الطفل من الانتفاخ والغازات، اللي هي من اكتر المشاكل اللي بتمرر الامهات اصلا، هم بييجوا يكشفوا عشان بس الانتفاخ والغازات اول 6 شهور بالذات. فانا لو عملت وضعيه صح وقرعت الطفل مرتين، مره في وسط الرضعه ومره اخرها، وعملت التمارين معايا وظبطت عليها، انا كده خلاص ظبطت معاه موضوع الانتفاخ والمغص. في نصايح كتير بقى، بس هسيب ايه بس للاسف. انا عايز اعرف بس يعني في اول الولاده كده، او في اول والطفل لسه في شهوره او في ايامه الاولى، ازاي اعرف اذا كان عنده لا قدر الله امراض معينه؟ يعني مثلا السمع ضعيف، في مشكله معينه عنده، لانه في ناس حضرتك عارفه ان في امهات بتبقى صغيره جدا في السن، فبتبقاش مدركه لحاجه زي كده، اتجوزت خلفت مش عارف، يعني عارفه اللي هي والامهات او الجدات ما بتبقاش برضو مدركه لحاجه زي كده، وبيهملوا دايما زياره الطبيب، دايما مثلا الابن عنده انتفاخ ينسون مش عارفه ايه، انت عارفه النصايح دايما اللي بتبقى في البيت، من الجدات فنيجي بالظبط. بعد فتره نكتشف ان الطفل عنده مشكله كبيره، مشكلة كبيرة جدا، إما هو السمع ضعيف أو شيء، ده كله يعني أعرفه إزاي في البداية؟ يعني الأمور دي أعرفها إزاي في البداية؟ هو الحمد لله، هو تقريبا من سنة بقى موجود في مصر حاجة اسمها رسم سمع بيتعمل لكل الأطفال في أول شهر، تمام. فدي الحمد لله بقينا بنطمن بيها، الأطفال اللي عندها مشكلة بيتصلوا بيها، تمام. زي بالظبط عينة الغدة، الأطفال اللي عندها مشكلة في الغدة الدرقية بيتصلوا بيهم، فدي الحمد لله بقت سكريننج من ضمن السكريننج تيست اللي بتتعمل في مصر. طيب أي مشكلة تانية؟ من اكتر يعني مهما حصل المشاكل او المشاكل الكتيره اللي بتاثر علينا، هنلاقي في مشكله رئيسيه معانا اللي هو الرضاعه بتاعه الطفل. اكتر حاجه بتخوفني او اكتر حاجه باخد بالي منها ان ابني ما بيرضعش او ما بيرضعش كويس، دي في الحاله دي لازم ادور عليها. المغص او الانتفاخ هتلاقيه بيعيط بس بيرضع كويس، ايوه صح. مثلا بيرجع او عنده ارتجاع بيعيط بس بيرضع كويس، عنده اي مشكله تانية، عنده التهاب تحت البومبرز يعني بيعيط بس أكيد. بيرضع. انما حاجة المشكله يعني شايفاها انا، المشكله اللي ما ينفعش اسكت عليها ان ابني ما بيمصش كويس، ما بيرضعش كويس، في الحاله دي انا ما ينفعش اسكت، لازم ادور. وده دور بقى الطبيب اللي هو بيدور ايه سبب ايه قله الرضاعه او ان السقلنج عنده مش كويس. اكيد. وننتقل بقى لسؤال تاني، اللي هو امتى الحراره تقلقني في الطفل، وامتى ان انا ادي خافض وبس وما اروحش؟ عامه في كل الحالات لازم ازور الطبيب، تمام. لكن في ناس يعني عارفه الحاله الماديه بتبقى شويه ما تسمحش بده، فدايما يقول ايه اوفر ان انا اجيب خافض، تمام. فامتى لازم واجب وضروري جدا ان انا ازور الطبيب في حاله الحراره؟ تمام. بصي، الحرارة من رحمة ربنا حاجة ما تقلقش تماما، ده حاجة كده زي warning sign، علامة تحذيرية الجسم بيقول لي بيها دور، يعني ابنك فيه مشكلة. فالحرارة بالعكس، الناس فاكرة ان هي حاجة تخض، بالعكس ده حاجة، في ناس كتير بيبقى عندها مشاكل بس مش ظاهر اعراض، وده اللي يخوفني او ده اللي يخضني، ببقى خايفة يعني بكتشفها بعد كده، انما الحرارة بتقولي انا عندي مشكلة. طيب انا مشكلتي في الحرارة ايه؟ مشكلتي في الحرارة العالية حاجة واحدة بس، ان الطفل يدخل في تشنجات حرارية لا قدر الله. فاذا انا الحرارة العالية، قبل ما اقول الثلاث حاجات اللي تطمني ان انا مكشفش على ابني، ممكن استكفي بمثلا حاجة للحرارة وسوائل دافية ومحافظة وراحة وكده، هنقول الحرارة بما ان هي اكتر حاجة بتقلقني في الحرارة هي التشنجات الحرارية من الحرارة العالية، فقاعدة عامة كده لكل الأمهات، درجة الحرارة فوق 38.5 مفيش أدوية هتقدر عليها حتى الحقن، فنعمل إيه؟ الحمى كالنار فاطفئوها بالماء، شاور بمية فاترة،
يعني دي احسن من الادويه مليون مره مليون مره. درجه الحراره ودي هنقولها تاني فوق 38 ونص مفيش حاجه هتقدر عليها. هنحطه تحت ناخد شاور بميه فاتره مش ساقعه، عشان بخاف من الميه الساقعه تعمل شوك للطفل او تاثر على الاوعيه الدمويه. ميه فاتره تحت الدش 10 دقائق ربع ساعه، ونلبس في الحمام وننشف. لو عندي استشوار انا بقول لهم كده في العياده، لو عندي استشوار بنشف وبعمل له ودنه بخله وبشربه ميه وبطلعه بره. الميه دي هتنزل لي درجه الحراره ل 38 ونص مثلا. بعد كده الادويه بقى هتشتغل عليها. تمام. حاجه تانية، طب انا مثلا مش قادره اقوم احميه او مش قادره اديله شاور، بعمل ايه؟ انا بقول بديل القربه، بنعمل حركه كده بقول لهم برضو عندي في العياده، بنعمل كيسه بنملاها ميه ساقعه مش ساقعه قوي. طيب. واقفل الكيسه دي. هسألك معلش، معانا اتصال من ام ادم من اسيوط. الو، صباح الخير يا حضرتك. صباح النور، اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتوره معلش؟ اتفضلي، معاك الدكتوره. ايه حضرتك؟ الله يسلمك، ازيك يا ام ادم؟ انا عند الصوت شكل مؤدب مش طبع حضرتك. ازيك يا مؤدب؟ الله يسلمك، ازيك حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور. الحمد لله. انا عندي 3 اطفال، 5 سنين و4 سنين، وادم سنه ونص. تمام ما شاء الله. حضرتك على طول سخونيه سخونيه بدرجه فظيعه، وبديهم خافض على طول بصراحه. وعندي بنتي 5 سنين على طول اللوز يجي لها، وبنتي الكبيرة 5 سنين على طول برضو اللوز، وكان عندها لحمية وعملت لها العملية. تمام. بس ريحة بقها بسرعة فظيعة فظيعة فظيعة. طب هي عملتها، هي عملت اللوز اللي هي عملت اللحمية واللوز مع بعض. تمام تمام. طيب حد فيهم عنده حساسيات أنف؟ الكبيرة بس، لكن ابن الصغير على طول يسخن شوية ويبقى كويس شوية. طيب السخونية في الشهور، ايه الأعراض اللي أنا يعني أتوجه للدكتور ولا أديله حافظ؟ طيب بص يا مؤدم، احنا هنقول دلوقتي الحاجات اللي احنا نقدر نعالجها في البيت وما نذهبش لطبيب، والحاجات اللي لازم اروح لطبيب فيها. بس انا عايزه اسال حاجه، هي السخونيه اكتر فتره الشهور دي اللي هو موسم تغيير الجو، ولا طول السنه بيتعبوا معاكي؟ لا حضرتك، هو اكتر وقت الوقت دوا، لكن على طول ريحه بق بنتي دايما دايما ريحتها فظيعه كده. تمام. طيب في رشح مستمر معاهم بيقعد فتره طويله يعني مثلا لا اسبوعين؟ هو في رشح؟ لا مفيش رشح خالص. طب عطس مستمر او سنيزنج يعني الطفله بتحك ولا في رشح حضرتك ولا عطس؟ بس هي سخونيه. تمام. طيب هرد عليك. ماشي يا رب يخليكي دكتوره، شكرا خالص. شكرا شكرا يا ام ادم، الدكتوره هترد عليك دلوقتي. تابعين. ماشي. بصي هو مبدئيا كده هقول الاول يعني الشق الاول من السؤال، امتى اروح لطبيب وامتى لا، وهرد على الجزء الثاني ليه هم بيتعبوا الفتره دي اكتر فتره. ودي مش اولادها بس، ده كل الاولاد، لان احنا في موسم تغيير الجو. يعني 10 و11 و12 ده ما بنحكمش فيه على مناعه الطفل قوي، لان هو ده موسم الفيروسات زي ما بيقولوا. أيوة. موسم الحساسيات، موسم حساسيه الانف وموسم حساسيه الصدر، موسم الامراض الجلديه. يعني احنا دلوقتي مشهور النخاله الورديه، الهاند فوت ماوث ديزيز، فده موسم ما بنحكمش عليه قوي ان الطفل تعبان. أيوة. هقول الاول 3 حاجات، هقول امتى الجأ لدكتور او امتى ان انا اكتفي في البيت بادويه للحراره وسوائل دافيه وراحه، وطبعا عدم اختلاط عشان هو بيتعدى بسرعه يعني. أيه. بيعدي بسرعه. طيب 3 حاجات لو انا شفتهم في ابني في الحاله دي انا هقول انا لازم اروح لدكتور، ولو انا ما شفتهمش انا بعالجه في البيت. اولا لو الطفل ده بادئ بحراره بسيطه او متوسطه، بس بسيطه، والحراره دي 3 ايام معايا بنفس الشديه او بتقل في ال3 ايام، يعني ما بتزيدش ولا بتبقى مستمره جامد، في الحاله دي انا بقول لا الموضوع ما يخضش. طالما الحراره ما بتزيدش خلال 3 ايام بل بتقل والاستابيليتي بتاعتها ثابته، او ان الطفل ده عنده همدان بس بسيط. لو الهمدان شديد
يعني لو الطفل لا نايم نايم راقد في السرير، لا انا لازم ازور طبيب. طيب ما دام بسيط وقت السخونيه بس ما بين السخونيه بيلعب عادي وبيتنطط، لا ده فيروس. بس الوسواس بتعمل كده يا دكتور؟ لا ده فيروس، ده فيروس. بصي البكتيريا بيبقى همدان همدان طول اليوم، وبيبقى السخونيه ما بتروحش بسهوله، يعني السخونيه بتيجي كل 3 4 ساعات، انما السخونيه بتيجي كل 8 ساعات والطفل همدان وقت السخونيه بس، وفي الوقت التاني لا بيلعب عادي، لا ده ما يقلقنيش خالص. تالت حاجه بعلق عليها الاكل، ان هو مثلا شهيته قلت، بس مش قلت بالمعنى انه ما بياكلش خالص. في ناس هتقولي طب ما انا اصلا ابني ما بياكلش، ده طبيعته انه ما بياكلش. لا، في البكتيريا او في العدوى البكتيريه اللي انا بحتاج فيها الطبيب، لا انا ما باكلش ما باكلش، يعني رافض الاكل تماما وهمدان تماما، سخونيه عاليه ما بتنزلش، او ان هي بالعكس بتزيد معايا، عدت 3 ايام يبقى انا باخد الفتره في الاطفال الكبار 3 ايام عشان احكم، عدت 3 ايام بامان والاعراض قلت معايا يبقى انا في السيف سايد. لا هو تعبان في الثلاث ايام، همدان جامد، ما بياكلش تماما، راقد في السرير، لا انا في الحاله دي لازم استشير طبيب. طيب بالنسبه بقى ان هي بتقول ان اولادها بيتعبوا فتره كبيره وبيسخنوا كتير، احنا ما بنعتبرش الشهور دي مقياس للتعب، من بالظبط اخر 9 و10 و11 ومعانا 12 ده موسم تغيير الفصول، فموسم كل حاجه. بس هي قالت ان هو عنده اللوز. انا هقول لحضرتك، ما هو اصلا اللوز اول حاجه بتتعب في الاطفال، واكتر حاجه معظم الناس اللي بيجوا لنا العياده عندهم اللوز. ليه بقى؟ لان اللوز دي بتعتبر جزء من الجهاز الليمفاوي، فهي اول حاجه بتواجه الميكروب، فعشان كده هي اول حاجه بتتعب في الاطفال وهي اكتر حاجه بتتعب في الاطفال. طيب شيل اللوز او عمليه اللوز، يعني امتى اقول الطفل محتاج ان هو يشيل اللوز؟ ما انا هقول لك. طيب حته ان اللوز وقت البرنامج محتاج. تمام. طيب بصي، هو ناس برضو كتير بتسالنا على الموضوع ده، امتى اشيل اللوز لابني، ودي اسئله كتير بتتكرر عليه. في هنقسمها لنوعين، في حاجه لازم اشيل فيها اللوز، يعني لو الام جت اشتكت لي وقالت لي انا ابني عنده كده لازم اشيل اللوز، وفي حاجه ممكن اشيلها او ما اشيلهاش. ايه الاربع حاجات اللي لازم اشيل فيها اللوز؟ لو الام بتشتكي ان الطفل ده اللوز عنده حجمها كبير قوي وملتهبة على طول، وبتقفل ممر الهواء لدرجة انه ما بيقدرش ياخد نفسه بالليل، دي معلومة مهمة جدا. في الحالة دي بقولها لازم تشيل اللوز، لان لا قدر الله ممكن يحصل اختناق منها. حاجة تانية، ان لو الام بتقولي ان كل ما يتعب باللوز او كل ما يجي التهاب في اللوز بيدخل في تشنجات حرارية، في الحالة دي انا مش هدخله كل شوية في تشنجات وان المخ يقلل الاكسجين اللي رايح في المخ، بقولها لازم تعمليه. ثالث حاجة، ودي الطبيب اللي بيشوفها، لو لا قدر الله انا شاكة انه في كانسر في اللوز، الحالة دي طبعا لازم تتشال، او لو في خراج ورا اللوز، ودي طبعا الطبيب الاطفال او الانف والاذن هم اللي بيشوفوه، دول اللي بيحددوا. طيب الحاجات التانية بقى اللي هي اصلا المشهورة، اللي هي مثلا لو الام جت قالت لي ده بيتعب مثلا كل شهر او كل شهرين ده مغلبني، ما هو كل شهر وكل شهرين ده طبيعي. اخر حاجة اتقالت في موضوع اللوز، ان لحد 10 مرات في السنة ده طفل طبيعي، اكتر من 10 مرات انا ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش، يعني شفتي اللي هو مش لازم اعملها. تاني حاجة، لو الام برضو جاية بتشتكي ان هو معاه لحمية، طيب لو اللحمية مقصرة وعاملة التهاب اذن وسطى بس مش كتير، ممكن اشيلها وممكن لا. طيب تالت حاجة بقى اللي هي برضو من الانديكيشن، الامهات اللي بتشتكي من ريحة الفم المش كويس، ريحة الفم اللي مش كويسة بيبقى سببها التهاب اللوز، اشهر الاسباب. في اسباب تانية بس من اشهر الاسباب التهاب اللوز، برضو في الحالة دي يشيلها يا ما شيلهاش، مش لازم اشيلها. اذا في النهاية بنوصل ان احنا ما بنشيلش اللوز الا في الشديد الاول. طيب. لان هي خط الدفاع الاول. اخد في عجلة سريعة كده، الحساسية عند الاطفال عامة، حساسية الصدر، حساسية الصدر وحساسية الانف، وخصوصا ان احنا دلوقتي في وقت هو ده وقته، هو ده وقت لازم يعني نتابع ولازم ندور على حل للاطفال خصوصا. طيب بصي انا هختصر فيها، مش هنتكلم على العلاج. بالزبط. تمام. انا دلوقتي موسم الحساسيات بدا برضو من شهر 10، معظم الحالات اللي بتيجي العياده حساسيه الصدر، ولان 80% من حساسيه الصدر، الناس اللي عندها حساسيه الصدر عندهم حساسيه انف، وده ما كانش عندنا، ده بقى موجود بكثره. طيب انا مهما اديت علاج لحساسيه الصدر او ظبطته في علاج والسبب موجود، انا ما عملتش حاجه. يعني مثلا الامهات اللي عندها في البيت، معانا اتصال ام ادم الشرقيه. اهلا بك يا ام ادم. اهلا بك يا فندم. الله يخليك، الله يخليك. حالك يا دكتوره؟ طب لو سمحتي،
من فضلك يا مؤدب ابعدي عن التلفزيون وكلمينا او هدي التلفزيون. لو سمحت انا عايزه اكلم الدكتوره معلش. اتفضلي الدكتوره معاك. اتفضلي يا مؤاده. اتفضلي يا مؤاده سامعاكي. اتفضلي. الله يسلمك. الله يسلمك. بقول لحضرتك يا دكتور انا بنتي لسه والدها بقى لها شهر. تمام. فيعني هي عندها بتعمل مناخيرها خنفره. تمام. بتطلع رشه من مناخيرها ولما بتيجي ترضع بتدنها تصك في البق. معلش تاني الكلمه الاخيره. هي عندها خنفره في مناخيرها. ماشي ماشي. فانا رحت للدكتور، دكتور اطفال كتب لها لايس. تمام. نقط للاطفال وكتب لها بخاخه اللي هي الغاليه دي لمناخيرها. تمام. فانا بديها لها مش عامله لها حاجه وبدلناها تسك في مناخيرها في بقها اما بتيجي ترضع. تمام. وهي حاليا دلوقتي يعني ضعيفه. ف وزنها قد ايه؟ دلوقتي عايزه وزنها قد ايه؟ عمرها قد ايه؟ وزنها قد ايه بالظبط؟ عمرها 30 يوم. ووزنها قد ايه بالظبط؟ وزنها 3 كيلو. كان في الولاده قد ايه؟ كان في الولاده 2 كيلو و 2 كيلو وربع. 2 كيلو الا ربع حاجه زي كده. 2 وربع؟ اه. طيب دخلت حضانه ولا حاجه؟ لا هي لغايه الان عندها الصفرة. تمام. طيب هرد عليك. بس الصفرة مش هي تروح زي مش دكتوره؟ وانا يعني هنرد عليك يا مؤاده. تابعينا الدكتوره هترد على حضرتك دلوقتي. تمام. طب حضرتك طب انا اعمل ايه في اللبن الصناعي؟ اتمنها ما بتشبعش مني. ما احنا بصي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده من شويه. شكرا لاتصالك يا مؤاده. تمام. اتفضلي يا دكتور. طيب هرد عليه. طيب هو موضوع ان الصفره ما بتروحش لحد شهر. بصي مبدئيا كده من غير ما اشوف هي رضاعتها مش حلوه. ليه بقى؟ لان اصلا اساس علاج الصفره في الاطفال ولا فيتامينز ولا اكياس ولا الكلام ده، الرضاعه الطبيعيه الكتير. فانا ما برضعش كويس. في سبب لقله الرضاعه. هي بتقول صناعي اصلا؟ لا هي بتقول عايزه تدخل صناعي لان اللبن مش مكفيها. وده اللي مخلي الصفره ما بتروحش. تمام. طيب هي برده ما بترضعش كويس ليه؟ بسبب مشكله الانف. بصي يا مؤدب استمري بقطرات الانف والبخاخات. في بقى طريقه ثانيه اللي هو تنظيف الانف بمحلول ملح، يعني ممكن تروحي لطبيب الاطفال وهو هيعملها لك في العياده او يعلمها لك. لان للاسف مشكله التجويف الانفي في الاطفال اول 6 شهور بيبقى عندهم ضيق في التجويف الانفي. فبيبقى الدنيا عندهم دايما مقفوله. بتبدا عند 6 شهور المشكله تتحل. ملهاش حل تماما غير التنظيف بقطرات الانف اللي هي ماشيه عليها وبخاخ ميه البحر اللي هي بتقول عليه غالي وتنظيف بمحلول ملح. طيب ويستحسن ان احنا لما نحط حاجه في الانف تبقى قبل الرضاعه بربع ساعه عشان الدنيا تشتغل شويه. واحاول ارضع كده. وبرده زي ما قلنا يا مؤادم احنا قلنا في اول الحلقه انت بترضعي لبنك قليل يبقى لازم نشرب سوائل كتير. المفروض الام اللي بترضع بتشرب من 2 ل 3 لتر ميه و10 اكواب سوائل دافيه. المفروض بنشرب 4 كوبايات حلبه، 3 عصير، 3 لبن. ده انا بقسمهم من عندي. وناكل اكل كويس. ما تلجئيش للصناعي لان هي طفله طبيعيه ومشكله الخنفره دي عند كل الاطفال اللي في سنها. طيب كده جاوبنا على مؤادم. احنا معانا دقيقه في الوقت. تمام. عايزين كده عناصر اللي هي الرئيسيه لكل ام، سواء صغيره سواء لسه بتبدا سواء سنه اولى ايا كان. طيب هقول اول حاجه عشان ارد على موضوع الحساسيه ما ردناش فيه. ايوه ما يا جماعه الحساسيه بغض النظر عن العلاج انا لازم اعالج سبب الحساسيه عشان اعالج الحساسيه نفسها. يعني مثلا الاطفال اللي عندهم حساسيه انف او صدر ما ينفعش يبقى في اب بيدخن في البيت واقول ان ابني هيخف. لو انا ساكنه جنب مصانع بتطلع دخان او مكان فيه موقف عربيات ما ينفعش اغير سكني، انا ابني عنده حساسيه صدر وانف. تالت حاجه ما استعملش برفانات في البيت، ديتول، معطرات، معلش سوري على الاسم، ما استعملش اي معطرات، اي روايح. لو عندي كلاب او قطط في البيت ما ينفعش اربيها وانا ابني متحسس. البق الفراش اللي بيبقى موجود في الفراش، المراتب بيبقى ليها كفر معين، ده مخصوص لمرضى الحساسيه. نطلع البطاطين بره. ما ينفعش اي حيوانات تبقى موجوده في البيت، ما ينفعش انظف ولا اكنس في التراب وابني موجود. ده اول نصيحه بقولها للاطفال المتحسس. مهما عالجت والسبب الحساسيه موجود انا ما عملتش حاجه. رقم 2 هتكلم برضو على التطعيمات الاضافيه. التطعيمات الاضافيه ناس كتير. ثواني قبل ما
اللي ما عندوش حساسية، ازاي الطفل اللي ما عندوش حساسية نحميه، او طرق الوقاية ان انا ما اخليش ابني يوصل او بنتي تبقى عندها حساسية، اوصلها لدرجة الحساسية في الوقت ده بالذات. بصي، هو للاسف الحساسيه ما بنتحكمش فيها، لان هو سببها بيبقى جين، حاجه وراثيه، بيبقى الام او الاب او الجد او الجده عنده جين محمل انه ابنه هيبقى عرضه للحساسيه، فده جين ما بنتحكمش فيه. بس احنا اللي بنقدر فيه ان احنا بنقيه من السبب اللي بيعمل حساسيه، زي ما قلنا بنبعده عن مسببات الحساسيه. ده غير العلاج. طيب تاني حاجة بحب اتكلم عليها التطعيمات الاضافية. ناس كتير من اكتر الاسئلة اللي بسألها على الصفحة عندي التطعيمات الاضافية، هل هي مهمة؟ طيب هنقول ان التطعيمات الاضافية هي اصلا اجبارية بره مصر، كل الدول العربية او الاوروبية عندها التطعيمات الاضافية دي اجبارية، اللي هي الروتا والمكورات، الجديري، الكبدي الف، الانفلونزا، كل دي تطعيمات اجبارية. احنا وزارة الصحة ما بتقدرش تدعمها، بتدخل لنا التطعيمات بتاعتها بس. فاحنا لو نقدر ناخد التطعيمات الاضافية، هي غالية شوية بس لو نقدر ناخدها يبقى احسن. اهم حاجة فيهم لو انا بختار عشان الظروف المادية، اهم حاجة فيهم تطعيم الروتا والمكورات، يعني افيد من الكبدي الف والجدير، وطبعا الانفلونزا. تالت نصيحه، احنا في موسم صعب جدا وفي وباء اسمه وباء الكورونا وما اتعملوش لسه تطعيم، فانا الانفلونزا عندي اوريدي معمول لها تطعيم من سنين، فناس ما كانتش بتاخدها او ما كانتش كانت بتهملها. تطعيم الانفلونزا مهم جدا 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 للاطفال. الناس اللي متلخبطه في التطعيمات وبتسال فيها كتير، في رباعي وفي ثلاثي، طب انا ادي ابني ايه؟ طب الجديد ولا القديم؟ انا بقول ان احنا بنفضل الرباعي، لان الرباعي ضافوا فيه سلاله زياده عن الثلاثي بتاع السنه اللي فاتت. في نوعين من الرباعي بدون ذكر اسامي، في نوع بيتاخد من 3 سنوات الحقنه كلها، وفي نوع بيتاخد من 6 شهور. تطعيم الانفلونزا بتتاخد حقنه في العضل في الكتف. ماشي، وقتنا للاسف خلص. ماشي، فاحنا بشكرك يا دكتوره وبشكر حضورك معايا، وان شاء الله يبقى فيه نكمل تاني في حلقات تانيه ان شاء الله، لان الوقت بسرعه خدنا وسرقنا. يعني متشكره جدا لحضرتك. انا كنت معاكي والله، وانا اسعد والله، انا اسعد، متشكره جدا لحضرتك. وفي نهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين، نرجو انكم ان نكون قد افدناكم ولو بجزء بسيط. استنونا في حلقه جديده ان شاء الله كل خميس الساعه 9 صباحا، وباذن الله يكون في حلقات مفيده جدا لحضراتكم وفي تخصصات مختلفه، ومنتظرين اسئلتكم من خلال صفحه البرنامج ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.